الرحيم. موضوع خطبة اليوم حسن إدارة الخلاف. حسن إدارة الخلاف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، ذا الأمانة، بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأزال به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تغمه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر المحجلين. معاشر الفضلاء، الخلاف كائن وهو سنة كونية مضطردة لا تنقطع نهائيا، لكن ليس هو الأصل، ليس الأصل الخلاف. الخلاف شيء استثنائي يأتي مرة في السنة، والواجب أن نعرف كيف نديره ونخرج منه. هذا هو موضوع اليوم. ما يمكنش ما يكونش خلاف ونحن نتحدث عن الأسر، عن الأسرة. الأسرة لا بد فيها من الخلاف، ولكن ما يكونش هو اللي ديما كاين خلاف الصباح، خلاف اليوم، خلاف الدار، خلاف ديما كاين، ما بقاش حياة سعيدة هنيئة مرضية. يطرأ الخلاف على الحياة الزوجية المبنية على الأسس الدينية، يطرأ وطارئ. فإذا حل الخلاف، إذا حل الخلاف في البيت يجب أن نحسن إدارته. نعرفوا كيفاش نوجهوه، ما يبقاش واقف علينا، ما نبقاوش واقفين عليه، ما نبقاوش نكرروه، ما نبقاوش نعاودوه. وخير مثال لنا للرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللنساء أمهات المؤمنين. كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً ينزل الخلاف، ولكن كيف كان الحبيب المبارك يدير الخلاف، وكيف كانت أمهات المؤمنين يديرن الخلاف ويخرجن منه وكأنه ما كان. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث محمد بن قيس بن مخرومة بن المطلب قال: قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يوما لهم: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: إنه لما كانت ليلتي التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندي انقلب فدخل فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه ثم اضطجع، فلم يلبث إلا هنيهة ثم أخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب وخرج وأغلقه رويدا. قالت عائشة رضي الله عنها: فجعلت درعي في رأسي وتخمرت وتقنعت إزاري ولحقت به في المشعر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى المقبرة البقيع، مقبرة المدينة المدفون فيها الصحابة وفيها عثمان، وهي ترمقه من بعيد. قالت: فقام
طويلا، رفع يده بالدعاء ثم خفضها، رفعها ثم خفضها، رفعها ثم خفضها ثلاثا، ثم انحرف رجع، فانحرفت فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقت سبقته فدخلت فاضطجعت. كتعرفوا الإنسان يكون كيجري كيبقى كيتمنى عليه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا عائش؟ شافك تنفس. ما لك يا عائش؟ كثر خير، ما لك يا عائش؟ قالت: لا لا شيء يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال: إما أن تخبريني وإما أن يخبرني اللطيف الخبير. قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فحكت له قصة. قالت: فلهذني، في رواية فلهزني، في رواية فلكزني في صدري لهذة أوجعتني. وقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: يا رسول الله، مهما يكتب الناس يعلمه الله. فقال صلى الله عليه وسلم مبررا خروجه: إن جبريل عليه السلام أتاني فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك. وما كان جبريل ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وكرهت أن أوقظك، وما أردت أن أوحشك، تستوحشني، ما بغيتش نوضك. وإن جبريل قال لي: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له. قالت: يا رسول الله، وإذا أتيتهم ماذا أقول؟ قال: قولي: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، اللهم ارحم المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا بكم إن شاء الله للاحقون. هذا حدث وقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتجت عنه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم على 9 نسوة، سات العيال كانوا عنده، وهو قمة العدل، حاشاه أن يحيف، قمة العدل. ونساؤه كن يغرن عليه وحق لهن. سيدنا محمد، هذا ماشي أنا وأنت، أنت سيدنا محمد، كان فيه غيره. فكتحكي عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، وعندما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت يكون في قضايا المسلمين مع أبي بكر وعمر. قالت: فجاء فانقلب جل البيت، فجلس، مش يبقى يشعل في الضوء ويغلق البيبان ويغوات ويكتبكم العزيم ونضوف الأشياء. لا، هذا هو النموذج اللي نحن ما عندناش. نحن طبيعة الحال نحن لا نستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقتفي بالاثار، نمشيو في الطريق ديالو، واخا 500 ولا 10 ما نلقوش بلاش، ماشي نكونوا مخالفين كل شيء. فدخل رويدا، وضع الرداء ديالو، وحيد النعل ديالو، وبسط واحد الجزء من الازار ديالو على الجنازه. فظن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم الغيب، فظن أن عائشة قد رقدت. فجاءه جبريل أخرجه، قال له: نوض، قم، إن الله يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يودع الأحياء والأموات. خرج، هي امرأة، وبدأت القصة. قالت: لما كانت ليلتي التي كان فيها النبي عندي، ليلتي ما خصوش يمشي عند شي مرة أخرى، فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لامرأة أخرى، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، وتبعته حتى وقعت في البقيع وشافت مشكلة. وهذه بالحق مشكلة، هذا خطأ،
من الشريفة العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات. وأريد أن أقف، كثير المشاكل التي تقع في الأسر هذا هو السبب، كتنوض المرأة وكتبد الجسد على الرجل، والله يشهد. يعني العشرات ديال النساء اللي كيتصلوا بيا، طلعت على الهاتف ديال الزوج ديالي لقيت فيه ولقيت فيه. أنا أقول للمؤمنات الصالحات، أش بغيتي في التجسس؟ أش بغيتي في التليفون ديال الراجل تقلبيه؟ هل بعثك الله عز وجل رقيبة عليه؟ يكفي ربي اللي كيراقبه. وحتى إن شممت رائحة ليست كذلك انصحي من بعيد، قول المرأة الله سبحانه وتعالى قبلها وليس خصو خمس ديال ربي من بعيد. كم من امرأة كان سبب فراقها تجسسها، كان سبب فراقها تجسسها على هاتف زوجها. وكذلك الرجل، تاخي انا وياك اخي الكريم، لماذا تتجسس على امرأتك؟ علاش؟ صالحة ربما معاها ما صالحات، وتأكدت انا ما صالحات ما تشوف حاجة، اش بقى لك نتجسس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتخون احدكم اهله. تقلب لها التليفون، تقلب لها حويجه، تقلب لها الصاك ديالها، تقلب لها الماريو ديالها، تدخل خرج تسعد شي بلاصه، ما تقلب، ماشي من اخلاق المسلمين. والله يشهد، يبقى الهاتف ديال الزوجه كيرن 3 ايام و4 ايام، ما نحطش عليه يدي، ما ندخلش ليها الصاك ديال نقلبوا ليها. هذا تجسس، هذا تخون، كتخون مراتك. وكذلك انت يا ايتها الاخت المسلمه، سبب كثير من المشاكل هو كتجس على الزوج، يعني تقلب ليه جيبو، تقلب ليه حوايجو، تقلب ليه كذا، لاحظيه لا انت الله يهديك، راه اللي كيحضي هو سيدي ربي، راه يا ما حضاش هو سيدي ربي. وكان يعبد الله عز وجل على وجه المشاهده والمراقبه، راه خدني 70، حتى واحد ما كيتحلى. فهذا خطا صدر من ام المؤمنين، حكات لنا، حكات لنساء العالم باش يتخذوها نموذج. قالت: فسرت على اثره، ولكن القضيه كبيره جدا. عائشه رضي الله عنها في واد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في واد اخر، في واد اخر. جاء جبريل يقول لي: اخرج استغفر لهذو. فعلى كل حال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. عين ما تقولي لك الشيء، علاش مشيتي تبعتيني ولا غيقول لي سيدي ربي؟ قالت: بأبي أنت وأمي، أنت هو كل شيء ديالي أنا، هاللي كان وهاللي كان. قال: أنت السواد الذي كان أمامي. ملي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شاف، انحرف فانحرفت، كتقول هي انحرف فانحرفت، أسرع فأسرعت، هرول فهرولت، أحضر جره وجري التهنى وسبقته. فلما دخل عليها قال لها: مالك يا عائش؟ مالك؟ حاشية راضية؟ واش فيك الضيقة؟ فيك شي حاجة؟ قالت لي: لا لا يا رسول الله، ما في حتى حاجة، قال لها: وقولي اش قلت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، لها زهر دفع واحد دفع، هذا أقصى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، أقصى مدى، أكبر مدى هي هذه في حياتي كلها. فلهزني، دفعني واحد في عصري، أوجعتني. ثم قال لها: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ واش ظنيت أن الله غيجور عليك وغيظلمك؟ وظنيت أن رسول الله يجور عليك ويظلمك؟ حاش يكون هذا الشيء. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يبرر: اللهم وفقنا لكل خير، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الآن نحن في مشكلة، امرأة تبعت زوجها وما كان يليق بها ذلك، وهو لهزها في صدرها، الآن كاين مشكل. واش هي غتبقى تقول لي راه زرتيني، وانا غادي نمشي عند امي ونمشي عند با ونقول لهم كذا، وانت ما عمرني شفت معاك، وانت ديما كدير ليا؟ لا، هو مابقاش يقول لي علاش تبعتيني وما خصكش تبعيني، وانت ماشي معقول، غنبقى في المشكل. اذا خصنا ملي يكون عندنا المشكل نحسن اداره الخروج منه، خصنا نخرجوا منه ما يبقاش،
كلما طال المشكل كلما تمزقت الاسره. الوليدات كيشوفوا والبنيات كيشوفوا والوالد كيسمعوا والصحاب كيسمعوا، والمشكل يجب ان يبقى داخل البيت. قد ما بقى المشكل داخل البيت بين الرجل وزوجه يسهل الخروج منه. ملي كيتشعب الاطراف ديالو كتولي كيعرفوا الداني القاسي الداني كيصعب باش عاود يمرضو. قال: أظننت أن يحيف الله ورسوله عليك؟ قالت: إي. كل حاجة كيدير الإنسان إلا كيعلم سيدي ربي. ثم بدينا كنحلوا المشكل، ما بقاش ندوقوا قدامه. من لطفه، من لطفه وجماله كبيرين جدا أنه برر، برر ليها المشكل. قال لي: أنا علاش خرجت؟ رجاءني جبريل فناداني فأخفه منك. حيط ليا وما بغاش يفيقك. صوت ما كيتسمعش، نسمعو غير أنا. فأجبته فأخفيته منك. حتى ملي جاوبته جاوبته بواحد الصوت نازل باش ما نفيقكش. وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. كيعيط لي خارج الحجرة. أنت دخلتي أنت ناعسة ومحيدة حويجاتك ما يدخلش عليك. هذا جبريل الملك الأمين النور الذي لا يتعطر ببني آدم. ايوا الاختلاط شي دخل شي خارج شي عريان شي ناعس ما عرفتش دير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وظننت أنك نائمة فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشني. ما بغيتش نفيقك، شوف اللطف. ما بغيتش نفيقك وخفت كي لفقتي وانت باقا صغيرة وفي الليل يمكن تخافي. هذا هو صلى الله عليه وسلم برر. ما هيش قالت لي: هاي 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 بغيت تدوخني، والله كذا، والله ما نطيق، والله راك انت غادي شي بلاصه ومشيتي شي بلاصه، والله كذا نديروا المشكل. قال لي جبريل، قال لي: يا ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. هي خرجت من المشكل كذلك. قالت: يا رسول الله، اذا جئت اهل البقيع المقبره ماذا اقول؟ ولات مسألة تعليمية. هو صلى الله عليه وسلم مثال الرجال، مثال للرجال، يبرر خروجه. علاش خرجت؟ ما خرجت شي حاجة أخرى، ما خرجت داك الشيء اللي يمكن قال لك شيطانك. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لعائشة في مشكل كهذا، قال لها: لقد جاءك شيطان. ملي كتغير شي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكلام اللي كيقول، ما كيضربهاش ما كيضعفهاش. تقول له: ماشي شغلك، حقي هذاك، ونمشي فين بغيت، ونتزوج 22، والشهادة كثيرين. هذا كلام ديال المؤمنين، وصل الملح، الناس كيجيو المساجد، ملح الأرض. هذا سيدنا محمد يبرر للمرأة. ها علاش خرج؟ ها باش استقر البيوت، وهي التربية النبوية. ما قالتش فيه: لا وضربتيني، واخا تمشي ما تضربنيش، واخا ما عرفتي تمشي ما تحطش على يديك، ووقت الحريات ووقت المرأة، المرأة ما كتمش ولا تمسات، عندنا جمعيات. غادي نشرقوا البيت، غادي نفضيهم. سيري عند الجمعيات، يلا سيري عند الجمعيات يخرجوا عليك، يبداو يدعيو فيه ويصفوا في الحبس. لا تميت عاد المشكل. قالت: يا رسول الله، وإذا جئت المقبرة ماذا أقول؟ قال: قولي كذا وكذا وكذا، وانتهى المشكل. ايها الاخوه الكرام، الخلاف كائن، الخلاف قائم، لكن لا يكون دائما، يكون استثناء. واذا نزل الخلاف نسعى كلنا لان نخرج من الخلاف ونحسن ادارته، ويصبح الخلاف وفاقا، يصبح الخلاف وفاقا. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وخصوص الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم. اللهم صل دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر امير البلاد وملكها محمدا السادس، وانصر تلميذ عز به الدين، وترفع به رايه الاسلام والمسلمين. اللهم احفظه في ولي عهده وشقيقه وسائر اسرته، انك ولي ذلك القادر عليه.
اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع الفتن عن المسلمين، انك ولي ذلك والقادر عليه. شوف واحد السيد، واحد الشيخ هو معنا ذا مسكين في الجنازه ديالو معنا، رجل من ربما عنده 93 سنة، رجل من الأخيار، رجل من الصالحين، وكان أحيانا يأتي المسجد هنا ويشطر ينكس خارج المسجد بعد العصر مسكين، وما تسمع منه يدعي الكلام الطيب، نسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه مع واحد مرتين، الله يرحمه واسعا، اللهم ارحم موتى المسلمين جميعا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.